بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا وما أقمتنا فيه يا رب العالمين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلومكم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وكنا وقفنا على بقية مواقيت الصلاة، وقفنا على الفجر، والفجر من الانفجار سمي بذلك لانفجار الضوء وظهوره، أي الصادق. الفجر هناك فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب اللي هو في لو رحت انت مكة والمدينة، ربنا يجمعنا هناك جميعا ولا يحرمنا من زيارة بيته وزيارة حرم نبيه صلى الله عليه وسلم. هناك أذانين، أذان أول وأذان ثاني، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن معمول به في هذه البلاد. الأذان الأول يسموه الفجر الكاذب، والفجر الكاذب بتعرفه ازاي؟ ان لما الشمس تبتدي هتشرق تبقى تحت الافق، الشمس لسه تحت الافق مش باينه، اول ما تبتدي تقرب عشان تبتدي تشرق بيطلع منها شعاع بالطول كده، بينعكس بطول السماء، يعني بقى عمودي على الافق. الشعاع ده بيبقى قبل الفجر الحقيقي بحوالي 40 دقيقة، وساعات حوالي 45 دقيقة، وساعات بحوالي ساعة على حسب مواقيت السنة وفصول السنة. الشعاع الطويل ده اللي بتلاقيه عمودي على الأفق ده ويختفي، هو ده اسمه الفجر الكاذب، ده اللي بيأذنوا بيه الأذان الأول، وهذا لا يمنع الصائم أنه يأكل، ولا يحل للإنسان المسلم أنه يصلي صلاة الصبح، يعني مجرد هو تنبيه ربنا جعلها علامة في هذا الكون في هذه الأرض لعباده ولعباده وللمكلفين أنهم يستعدوا للفجر الحقيقي، أو يستعد للصيام إن كان يريد الصيام فيتصحر، أو يستيقظ فيصلي ركعتين، فهو جعلها الله علامة سبحانه وتعالى. بعدها يجي بقى الفجر الصادق الحقيقي، لما تبتدي الشمس تكون قربت اكتر بقى للافق، يوم يبتدي ضوءها يجي بالعرض مستعرض كده، يجي ضوء شعاع موازي للافق، اللي يشوفه اللي قاعد في صحراء او مكان متسع يشوفوا الحاجات دي كلها، فتلاقي يجي شعاع كده بالعرض موازي للافق ويختفي. هو ده بقى الفجر بتاع المسلمين اللي بيأذنوا فيه ويقولوا فيه الصلاة خير من النوم، وايه ويصلوا فيه صلاة الصبح بعده، ويبتدي صيام المسلم بهذا الأذان بهذه العلامة. يبقى عمودي على الأفق والتاني موازي للأفق، كويس. فهو هنا عايز يقول لك إيه؟ والفجر سمي الفجر ليه؟ من الانفجار سمي بذلك الانفجار الضوء وظهوره، أي الصادق، أي في دلالته على وجود النهار. أما الأول فهو كاذب في ذلك، ونسبة الصدق والكذب إليهما مجاز عقلي، لأن هما مش مكلفين عشان يقول يكذب ويتاع، ده مجاز عقلي فقط، وإلا فالصادق والكاذب إنما هو المخبر بوجود النهار بسببهما، فإذا أخبر بذلك بسبب الفجر الثاني فقد صدق، وإن أخبر به بسبب الفجر الأول فقد كذب. يبقى باعتبار المخبر لا باعتبار العلامة، لأن العلامة هنا لا تصدق ولا تكذب، دي علامة غير مكلفة، لكن الذي يخبر بالعلامة الأولى نسميه كاذب، فجر كاذب، واللي يخبر بالعلامة الثانية نسميه في خبر صادق، يبقى الفجر الصادق.
وهو اللي هو الفجر الصادق، أي الفجر الصادق، وقوله المنتشر ضوءه أي المتسع نوره، وقوله معترضا بالأفق يعني موازيا للأفق بالعرض كده، أي حال كونه معترضا بناحية السماء فيما بين الجنوب والشمال من جهة الشرق. لما هتبص كده من جهة الشرق هتلاقي ماشي معترض بين الجنوب والشمال كده بموحزات الأفق. الأفق ده على بعد حوالي 12 ميل تقريبا كده، يعني لما أسوه اللي هو محل التقاء السماء مع الأرض بنظر العين، بنظر يعني حوالي 12 ميل تقريبا. وأما الفجر الكاذب مقابل للفجر الصادق، وقوله فيطلع قبل ذلك بيطلع قبل الفجر اللي هو المعترض. وما أحسن قول بعضهم وكاذب الفجر يبدو قبل صادقه، وأول الغيث قطر ثم ينسكب، فمثل ذلك ود العاشقين هوى بالمسح يبدو وبالإدمان يلتهب. وقوله معترضا بل مستطيلا أي ممتد إلى جهة العلو، وقوله لا معترضا يعني معنى أقول لك قول الفجر الصادق بالعرض، إنما الفجر الكاذب ليس معترضا مش بالعرض، يبقى كده. وقوله لا معترضا بل مستطيلا أي ممتد إلى جهة العلو كذنب السرحان اللي هو الذئب، يعني السرحان بكسر السين وهو الذئب، وهو المسمى عند علماء الهيئة بالمجرة بفتح الميم والجيم، وهي نجوم مجتمعة تظهر قبل الفجر الصادق. وقوله ذاهبا في السماء أي إلى جهة العلو هكذا، وهذا كالتفسير لقوله مستطيلا ذاهبا في السماء ثم يزول وتعقبه ظلمة ولا يتعلق به حكم، إنما الفجر الصادق يزول وتعقبه النور اللي هو الإصفار، يسموه الإصفار اللي هي لحظة الشروق قبل الشروق بحاجة بسيطة، ولا يتعلق به حكم، ثم يزول وتعقبه ظلمة أي غالبا. وقد يتصل الفجر الصادق بالكاذب، يعني أحيانا في بعض البقاع تلاقي الفجر الصادق والكاذب يجوا مع بعض متقاربين، لأن أنت عارف الأرض مدحية يعني عاملة زي البيضاوية، فبتختلف حسب البقعة اللي أنت فيها، فقد يكون بسبب الأطوال العرضية والأفقية والحاجات اللي هي المتعلقة بعلاقة الأرض مع الشمس، ممكن تيجي في بعض البقاع وفي بعض الفصول تجد الفجر الصادق والكاذب الاثنين يجوا في وقت واحد. وقد يتصل الفجر الصادق بالكاذب ولا يتعلق به حكم أي بالفجر الكاذب ما يتعلقش به حكم، يعني لا بداية صيام ولا حل ولا دخول وقت صلاة الفجر، أي كحرمة تأخير صلاة العشاء عنه، يعني لو صلى العشاء بعد الأذان الأول اللي هو الفجر الكاذب ما زالت أداء، ما زالت أداء. وجواز فعل صلاة الصبح عقبه، يعني ولا يجوز فعل صلاة الصبح عقبه، وكذلك لا يتعلق به حرمة الأكل والشرب في الصوم ونحو ذلك. وذكر الشيخ أبو حامد اللي هو الغزالي يعني أن للعشاء وقت كراهة، أي وقت جواز بكراهة لكراهة التأخير إليه، وقد علمت أن كلام المصنف يشمله وهو ما بين الفجرين، يبقى بين الفجر الصادق الكاذب والصادق ده وقت كراهة جواز بكراهة للعشاء، يعني يكره أنك تأخر العشاء لهذه المرحلة ولكن ما زالت أداء، وهو ما بين الفجرين، وهو خمس درج يعني خمس درجات، وفيه تسمح لأنه يشمل وقت الحرمة ووقت الضرورة، يعني الدرجة لو قلنا أنها حوالي 12 دقيقة أو 4 دقائق، هي بتبقى غالبا 4 دقائق،
تبقى حوالي تلت ساعة، وفي بعض الأحوال الدرجة بتبقى برضو بعض الأماكن أكثر من 4 دقائق، يبقى هو من تلت ساعة لأربعين دقيقة تقريبا الفرق بينه، لأنه يشمل وقت الحرمة ووقت الضرورة، فكان الأولى أن يقول وهو بعد الفجر الأول حتى يبقى من الوقت ما يسعها. ده بالنسبة لوقت العشاء. والصبح أي صلاته بضم الصاد الصبح والصبح بكسرها أيضا. تقول العرب وجه صبيح لما فيه من بياض وحمرة، وأول النهار يجمع بياضا في ابتدائه وحمرة في انتهائه، فلذلك سموه صبحا ولا يكره تسميته غدا، لكنها خلاف الأولى ويسمى فجرا كما يسمى صبحا لمجيء الكتاب والسنة بذلك. أي صلاته، يبقى صلاة الفجر هي صلاة الصبح. لما تقول نويت صلاة فرض الصبح انعقد الفرض، لو قلت فرض الفجر انعقد هو الصبح برضه، لو قلت نويت صلاة سنة الصبح تبقى هي الركعتين السنة، سنة الفجر يبقى هي السنة. يبقى الفرق بين السنة والفرض هي نية الفرضية أو نية السنية، لكن الاسم واحد. لأن في ناس يقول لك أنا قمت صليت الفجر النهاردة وبعدين نمت وبعدين قمت الساعة 9 صليت الصبح. في بعض العوام بيعملوا كده، غلط. هو إذا صلى الفجر خلاص هو الصبح، ويبقى لو قام بقى الساعة 9 يصلي الضحى بقى، دي سنة بقى مش فرض، لأنه أدى فرضه الأول. أي صلاته، لما بيقول لك والصبح أي صلاته، وهو لغة أول النهار، وسميت الصلاة بذلك لفعلها في أوله. أي صلاته، أي صلاة هي هو، يعني الصلاة دي هي الوقت نفسه، هي هو، هي يعني الصلاة، هو يعني الوقت، يبقى هو يعود على الوقت. أي وقت الصبح هو نفسه صلاة الصبح. واضح الكلام؟ من باب تسمية ايه؟ تسمية الصلاة بوقتها، مع ان الصلاة فعل، واخد بالك، والصبح ده زمن، لكن هو سمى الفعل باسم زمنه. فالإضافة للبيان كما مر في نظائره. والصبح لغة هو أول النهار، أي لاشتماله على بياض وحمرة كما مر، لما بتقول وجه صبيح يعني أبيض محمر. وسميت الصلاة بذلك أي بلفظ الصبح لفعلها في أوله، أي في أول النهار لا في أول الأول، فالضمير عائد على النهار لا على الأول، لفعلها في أوله أي في أول النهار لا في أول الأول، فالضمير عائد على النهار، لا في أول أول الفجر يعني اللي هو الفجر الكاذب، لا في أول الصبح، لا في أول الأول، فالضمير عائد على النهار لا على الأول، ولو قال لفعلها فيه لكان أظهر. وعلم من ذلك أن العلاقة الحالية والمحلية، الحالية والمحلية، يعني حاله يصلي في ايه؟ في وقت هذا ايه؟ هذا الوقت نفسه، يعني هي محلا لدخول ايه؟ فرضية الصلاة. ولها كالعصر 5 أوقات، يبقى صلاة الصبح اللي هي صلاة فرض الفجر لها 5 أوقات برضو لحد ما تشرق الشمس، يقسم وقتها من أول ما يأذن الأذان اللي هو بيقول فيه الصلاة خير من النوم، لأن الأذان الأولاني اللي فيه الفجر الكاذب ما بيقولش فيه الصلاة خير من النوم، عشان تميز بين الأذانين. فإذا سمعت قال الصلاة خير من النوم تعرف على طول إن ده الفجر الصادق. لو عرفت إن هو بعد حي على الفلاح قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما قالش الصلاة خير، تعرف إن ده إيه؟ الفجر الكاذب. يبقى تقدر تاكل وتتسحر وتصلي الوتر وكده، وتصلي العشاء لو ما كنت صليتها أداء. ولها كالعصر، نقرا في الهامش بقى، في الهامش كلام ايه؟ ابن قاسم الغزي في الهامش بيقول ولها كالعصر 5 أوقات، احدها وقت الفضيله وهو اول الوقت،
زي سائر الاوقات، اول الوقت وفقت الفضيله. ايوه لا ده بيقولوا للعوام كده يميزوا بيهم، لكن هما الاثنين حاجه واحده، اسمهم حاجه واحده. يعني الفرق بس لما تقول نويت صلاة السنة الفجر انعقدت سنة، قلت فرض الفجر انعقد الفرض. لا 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 لا، كل المذاهب واحدة فيها، لكن هو في بعض المشايخ عشان يعني ما يحيرش العوام يقوم يقول له كده، قول الفجر دي السنة والصبح ولا الفرض، عشان يريح نفسه يعني من الشرح. لكن هي في الحقيقة الاسم واحد، الفرق بس التسمية، النية يعني. ما هو ده كلام الغزالي، الغزالي في تقسيم وقت العشاء وصل لكده، ده رأي الإمام الغزالي وهو من أصحاب الوجوع عند الشافعي. يبقى لها كالعصر خمسة أوقات، لها اللي هي صلاة الصبح يعني، كالعصر خمسة أوقات، أحدها وقت الفضيلة وهو أول الوقت، والثاني وقت الاختيار وذكره في قوله وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الإسفار. اللي احنا المصريين يقول لك ايه، النهار شقشق، النهار شقشق اللي هو الإسفار، خدت بالك؟ يبقى ده يبقى كده وقت الاختيار خلص، وهو الإضاءة. والثالث وقت الجواز، وأشار له بقوله وفي الجواز أي بكراهة إلى طلوع الشمس. والرابع جواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة، الشمس أول ما بتبتدي تطلع، خد بالك إن الشفق ثلاثة شفق، قرص الشمس تلاقيه محيط به حمرة وصفرة وبياض، وهي بتغرب وبعدين الظلمة، كويس؟ يبقى الشفق ثلاثة، أحمر ملاصق لقرص الشمس، وأصفر ملاصق للأحمر، وبعديه أبيض، ثم تأتي الظلمة، ده عند الغروب. لما تيجي تطلع تشرق بيبتدي العكس، يبتدي البياض الأول اللي هو الإصفار، وبعدين تبتدي الصفرة، وبعدين تبتدي الحمرة، وبعدين يبتدي قرص الشمس يجيب. فهمت بقى ازاي؟ عكس ايه؟ الغروب، يعني في الشروق عكس الغروب. والرابع جواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة، يعني لما يخلص الصفار، يبقى الأول إصفار اللي هو البياض، وبعدين بعد كده الصفار، يبقى يسموه جواز بلا كراهة. فالأول ما تطلع الحمرة اللي هو إيه؟ وقت إيه؟ تحريم، وهو تأخيرها، لأن يبقى من الوقت ما لا يسعها، قبل ما يظهر حاجب الشمس، قبل ما يظهر حاجب الشمس في الأفق، واخد بالك؟ ادي نقرا الشرح بقى هنا، شرح الحاشيه بيقول ايه؟ واول وقتها اللي هو طلوع الفجر، اي عقب وقت طلوع الفجر، فهو على تقدير مضافين، والمراد يعني ما بيقول واول وقتها طلوع الفجر يقصد عقب طلوع الفجر، يبقى فيها إضافتين، والمراد طلوع بعضه، فيدخل وقت الصبح بطلوع بعض الفجر. والثاني وهو الصادق اللي هو قوله الفجر الثاني اللي هو الصادق، بخلاف الأول اللي هو الكاذب كما مر قريبا. وآخره اللي هو وقت إيه؟ في الاختيار يعني، أي آخر وقت الصبح. وقوله في الاختيار أي حال كونه منسوبا إلى الاختيار، وقوله إلى الإسفار أي ينتهي إلى الإسفار بكسر الهمزة، اللي هو يعادل الشفق الأبيض عند الغروب، ده اسمه الإسفار. وبعد كده يبتدي بقى الكراهة، جواز بكراهة لما تبتدي بعد البياض ده يبقى صفرة، وبعدين بعد كده حرمة لما يبتدي أحمر وتشتد الحرمة لحد ما يبدأ حاجب الشمس يظهر في الأفق. أي حال كونه منسوبا إلى الاختيار، وقول إلى الإسفار أي ينتهي إلى الإسفار بكسر الهمزة، يقال أسفر الصبح أي أضاء كما قاله الجوهري، ولذلك قال الشارح وهو الإضاءة، ويقال أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته،
ومنها السفور. يقول لك السفور يعني ايه؟ يعني تبرج النساء، يسموه السفور، جاية برضو من الظهور. وأظهرته. والثالث اللي هو يبقى وقت فضيلة الأول، وبعدين وقت اختيار إلى نهاية الإسفار، وبعدين وقت الجواز أي بكراهة، لأنه ذكر وقت الجواز بلا كراهة بعد ذلك. وكان الأولى العكس، لأن وقت الجواز بلا كراهة هو الثالث لسبقه في الوجود، ووقت الجواز بكراهة هو الرابع لتأخره في الوجود كما تقدم نظيره في العصر. وأشار له أي لوقت الجواز وقوله بقوله أي المصنف، وفي الجواز كلام المصنف مجمل، لأنه صادق بالجواز بلا كراهة وبالجواز بكراهة، لكن الشارح حمله على الجواز بكراهة، والذي حمله على ذلك قوله إلى طلوع الشمس، أي إلى قرب طلوعها كما سيأتي. قوله إلى طلوع الشمس فيه تسمح، لأنه يشمل وقت الحرمة ووقت الضرورة، فكان الأولى أن يقول حتى يبقى من الوقت ما يسعها، ويجاب بأنه على تقدير مضاف، أي إلى قرب طلوع الشمس، بحيث يبقى من الوقت ما يسعها، يعني على قد ركعتين وتطلع الشمس. والمراد بطلوعها هنا طلوع بعضها، يعني بمجرد طلوع بعضها مش اكتمال القرص، إلحاقا لما لم يظهر بما ظهر، فكأن الكل ظاهر، يعني باعتبار ان لو ظهر بعض الشمس كأن كل الشمس ظهر، فكأن الكل ظهر بالرغم ان بعضها ظهر. ولأن وقت الصبح يدخل بطلوع بعض الفجر، فناسب ان يخرج بطلوع بعض الشمس قياسا لخروجه على دخوله. وخرج بقولنا هنا الأيمان والتعاليق، هنا يعني في الوقت خد بالك، لكن لو حلف يمين أو علق حاجة معينة على طلوع الشمس لازم تكمل طلوعها، يبقى في باب الأيمان والتعاليق لازم يكمل طلوعها، لكن في باب صلاة الصبح تبقى طلعت ولو طلع بعضها. علشان كده بقول لك هنا أي في وقت صلاة الصبح، لكن لما تقرأ في باب الأيمان والتعاليق، لو حلف مثلا قال لامرأته أنت طالق إذا طلعت الشمس، تطلق لما يكتمل طلوعها. كويس؟ لأن ده باب إيه؟ أو مثلا حلف إن والله إذا طلعت الشمس سوف أفعل كذا وكذا، يبقى مجرد لما تكمل طلوعها يجب عليه أن إيه؟ أن يبر قسمه. يبقى في باب الأيمان والتعاليق لازم كلها، لكن في باب الصلاة لا، بعضها ككلها. وخرج بقوله هنا أي في باب مواقيت الصلاة، يعني هنا أي في باب مواقيت الصلاة الأيمان والتعاليق. فإن حلف أن الشمس لم تطلع وهي طلع بعضها لا يحمس إلا إذا كانت طلعت كلها، فإن حلف أن الشمس لم تطلع فلا يحنث إلا إذا طلعت كلها. وإذا قال لعبده إن طلعت الشمس فأنت حر، ولم يعتق إلا بطلوعها جميعا، بطلوع جميعها. قوله والرابع جواز بلا كراهة، أي وقت جواز بلا كراهة، وقوله إلى طلوع الحمرة، أي يستمر إلى ظهور الحمرة التي تظهر قبل الشمس، وابتداء من أول الوقت كوقت الفضيلة ووقت الاختيار، فتدخل الثلاثة معا وتخرج متعاقبة كما مر في العصر. والخامس وقت تحريم، أي من حيث التأخير إليه كما تقدمت الإشارة إليه، وهو تأخيرها كان الأولى أن يقول وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما لا يسعها كما مر. يبقى الخلاصة نقول بقى اختصار، يبقى وقت صلاة الصبح بينقسم إلى خمس أوقات، وقت فضيلة وهو أول الوقت بقدر إيه؟ بعد الأذان، بعد أذان الفجر الصادق إنك أنت تصلي ركعتي السنة وتصلي ركعتي الفريضة، يبقى أربع ركعات، هو ده وقت الفضيلة. انتهى وقت الفضيلة اللي هي الجماعة الأولى في المسجد، انقضت الجماعة الأولى ينقضي وقت الفضيلة، ويستمر معك وقت الاختيار إلى حد الإسفار. يبقى وقت الفضيلة وقت الإسفار مشتركين في الجزء الأول، ويخلص وقت الفضيلة يستمر معي وقت الاختيار لحد كمال الإسفار اللي هو يعادل الشفق الأبيض عند الغروب. يبقى في الشروق يبقى شفق أبيض برضه، اللي هو بداية الطلوع.
بعد كده خلصنا وقت الاختيار، يجي وقت جواز بلا كراهة، يستمر من أولها، من أول الفضيلة والاختيار، ويستمر بعد الاختيار إلى ما يشمل الصفرة اللي هي بعد الإصفار، اللي هو الشفق الأصفر اللي هو بعد البياض. فإذا انتهت الصفرة وبدأت الحمرة يدخل وقت الجواز بكراهة. فهمت إزاي؟ لحد ما تنقضي الحمرة ولا يبقى من الوقت إلا ما يسعها، يبقى ده وقت حرمة بقى، يحرم عليه إني أخرها لحد كده، وبعد كده يطلع حاجب الشمس وتبقى قضاء. يبقى كده سهلة. فصل. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. خد بالك إن الشرط، في حاجة اسمها شرط اللي هو ينبني على وجوده الوجود وينبني على عدمه العدم. الشرط بيشتغل في الحالتين، في حالة الوجود وحالة العدم. كويس. الشرط كده ينبني على وجوده الوجود وينبني على عدمه العدم. كويس. لا، الشرط احنا قلنا ينبني على عدمه على وجوده لينبني على عدمه، ينبني على وجوده الوجود ولا ينبني على عدمه وجود ولا عدم. كويس. ولا ينبني على وجوده وجود ولا عدم، بخلاف الركن. الركن بيشتغل في الناحيتين. يبقى ايه؟ الركن بيشتغل في الناحيتين، في الوجود والعدم. والشرط بيشتغل في حاله، في حالة العدم بس، يعني عدمه ينبني عليه العدم، لكن وجوده لا ينبني عليه وجود ولا عدم. هدي لك مثال ازاي. من شروط صحة الصلاة الوضوء، هل معنى كده لو اتوضيت معناه تبقى صليت؟ لكن لو ما اتوضيتش حتى لو صليت صلاتك ما تنفعش. يبقى ايه؟ يبقى ينبني على عدمه العدم، لكن لو اتوجد الشرط لا ينبني عليه وجود ولا عدم. فهمت بقى المسألة؟ يبقى لو اتوجد دخل وقت الظهر، هل دخول وقت الظهر ده شرط لايه؟ لوجوب صح، لوجوب صلاه الظهر شرط. لكن هل مجرد دخول وقت الظهر معناه بنى على وجوده وجود صلاه الظهر؟ فهمت ازاي؟ لا، ينبني على وجوده الوجود. لكن لو ما دخلش الوقت وانت صليت اربع ركعات ونويت ظهر، لا ينبني عليه حاجه، ما كانك ما صليتش. يبقى الشرط بيشتغل في حال العدم، يؤثر في حال عدمه، فينبني على عدمه العدم ولا يؤثر في حال وجوده، لا ينبني على وجوده وجود ولا عدم. بخلاف الركن بقى، احنا قلنا الفاتحة ركن في الصلاة، يبقى قرأت الفاتحة في الصلاة في حال القيام تبقى الصلاة صحيحة، ما قرأتش تبقى الصلاة باطلة. يبقى شغال في الحالتين، ينبني على وجوده الوجود وينبني على عدمه العدم. يبقى ده الفرق بين الشرط وبين الركن. وفي فرق تاني، ان الركن داخل والشرط خارج. الركن داخل في الماهية والشرط خارج عن الماهية. واضح؟ يعني كانوا زمان في الازهر لما يجوا في الشفا ويسألك يقول لك ايه يا ابن الفرق بين الركن والشرط، لو قلت له الركن داخل والشرط خارج يفهم انك فاهم. يعني الشرط خارج عن الماهية، عن ماهية الشيء، لكن الركن جزء من الشيء نفسه. زي ما اقول لك كده ان الهواء شرط لحياة الانسان، لكن الهواء مش هو الانسان، مش داخل جواه، مش كده برضو؟ لكنه شرط لحياة الانسان. لكن الرأس من الانسان ركن فيه، لانه جزء منه، مكونة لجزئه. يبقى الرأس في الانسان او الجزع او كده ده ركن، لانه داخل في ماهيته. لكن الماء او الهواء ده شرط لحياته، فهو خارج عنه. يبقى الشرط خارج عن الماهية لكنه ضروري، لا ينبني على وجوده وجود ولا عدم. يعني مش شرط يبقى فيه هوا يبقى فيه إنسان، لكن لو ما فيش هوا يبقى ما فيش إنسان، يبقى يشتغل في حال العدم. فهمت بقى المسألة؟ ده الشرط. لكن الركن يشتغل في الحالتين، في رأس بني آدم حتى لو ما شفتش جسمه يبقى فيه بني آدم، مش كده برضو؟ يعني ساعات يدهنوا نفسهم بحاجات كده تخليهم مش شايفه، مش شايف راسه بس، الحاجات الخدع البصرية اللي بيعملوها الوقت. فيبقى معناه ان شايف راس واحد دخل عليه مش شايف جسمه، يبقى ده انسان وانسان كامل. طب انا مش شايف جسمه لانه ما فيش راس بتمشي لوحدها،
لانها جزء في الماهيه. فهمت بقى المساله؟ يبقى هنا بيتكلم على الشروط اللي هي خارج الماهيه قبل ما يكلمك على الاركان اللي هي ماهيه الصلاه نفسها، اللي هي الشروط نفسها. هو جزء الشيء الداخل في ماهيته المكون لهويته، يسموه كده الركن. هو جزء الشيء الداخل في ماهيته المكون لهويته. يبقى هنا الشرط بيقول لك ايه؟ وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء، أحدها الإسلام، فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي. هو في كافر أصلي وكافر تقليد يعني؟ يعني المرتد يعني. يبقى في كافر أصلي اللي هو من بابه كافر من الأول، وفي بقى المرتد اللي هو سبق له إسلام. يبقى تجب على الكافر المرتد اللي هو غير الأصلي برضه الصلاة، بس لا تصح منه إلا بعودته للإسلام. فهمت بقى المسألة؟ لكن هي لا تجب على الكافر الأصلي. فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم، بخلاف المرتد. المرتد ارتد وقعد شهر مرتد، وبعدين تاب إلى الله وأناب، نقول له عيد صلاة الشهر ده. لكن واحد كافر بقى له 60 سنة كافر، وأسلم النهاردة، نقول له خلاص الإسلام يهدم ما كان قبل، صلي من دلوقتي. ما تعيدش حاجة. خدت بالك الفرق بين ده وده؟ أيوه. ما هو مطالب بفروع الشريعة، لكن علشان ما هو دي خارجة عن القاعدة. ليه بقى؟ حتى نيسر له الدخول في الإسلام. يبقى دي رخصة لهم. فهي مخالفة للأصل تسهيلا للناس للدخول في الإسلام من باب الرحمة. فهو لو مات على كفره هو مطالب عند الله بفروع الشريعة. فإن أسلم في حال حياته ربنا سبحانه وتعالى لا يسأله عن فروع الشريعة فيما سبق، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، تيسيرا له أنه يدخل في الشرع الشريف ويسلم. لكن لو استمر على كفره ومات حيطالب بفروع الشريعة عند الله. فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم. وأما المرتد اللي هو مقابل للكافر الأصلي بقى، فتجب عليه الصلاة وقضاؤها إن عاد إلى الإسلام. يبقى ده أول شرط. والثاني البلوغ، فلا تجب على صبي وصبية، لكن يؤمران بها بعد 7 سنين إن حصل التمييز بها، وإلا فبعد التمييز، ويضربان على تركها بعد كمال 10 سنين. لكن إيه؟ ما تجبش إلا بالبلوغ، لكن يؤمر فيها في سن 7 سنين ويضرب عليها في سن 10، وهي مش فرض عليه، لحد ما يصل للبلوغ تبقى واجب عليه. والثالث العقل، فلا تجب على مجنون. وقوله وهو حد التكليف ساقط في بعض نسخ المد كويس. ونقف عند هذا الحد، نقرأ إيه ما قاله في الشروط في الحاشية، ونقف عند هذا الحد ونكمل الباقي. أهلا جمال، ازيك يا سيدي؟ ده على سلامتك. فصل، أي في بيان صفات من تجب عليه الصلاة وبيان النوافل، فهذا الفصل معقود لشيئين. قوله وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء، ويزاد عليها 3 أشياء أيضا غير اللي قاله كمان. يبقى هنا في الحاشية، ميزة الحاشية لأن أنت عارف أن متن الغاية والتقريب معمول للاختصار. الحاشية بقى بتحاول تعوض الاختصار، لأنه ساعات في الاختصار يؤدي إلى خلل، طبيعة الاختصار كده أحيانا. فبيقول لك إن في 3 حاجات تانية ما قالهمش. أولا النقاء من الحيض والنفاس، يشترك كمان النقاء من الحيض والنفاس، لأنها لا تجب على الحائض ولا النفساء. يبقى لازم النقاء من الحيض والنفاس، فلا تجب على حائض ونفساء ولا قضاء عليهما، بل ولا يندب لهما كمان، ولا يستحب للحائض انها تقضي صلواتها فترة حيضة. لكن يصح وينعقد، لكن افرض قضت، طب يصح؟ قال لك يصح وينعقد على مذهب قضت اللي عليها في الايام بتاع حيضها قضت صلواتها. احنا قلنا لا يجب ولا يستحب. طب افرض هي بتقول لك ده انا بقالي كده 20 سنة متعودة كل ما بحيض 7 ايام اروح مصلي 7 ايام قدامه، وكل فرد فردين. طب ليه بتعملي كده؟ قالت لك ببرئ ذمتي. نقول لها ينعقد، لكن لا يستحب ان تفعلي ذلك بعد ذلك.
لكن اللي فات ينعقد، تاخد ثواب عند الله. لكن هل هتاخد ثواب فرض ام ثواب نافله؟ الله اعلم. كويس. بل ولا يندب لهما للحائض يعني والنفساء، لكن يصح وينعقد نفلا، يبقى نفلا لا ثواب فيه على ما اعتمده الرملي. يبقى الامام الرملي قال اه ينعقد نفل لانه مش مفروض عليه وما تاخدش عليه ثواب، ثواب النفل ولا يصح عند شيء. والخطيب الشربيني قال لا يصح اصلا، لا يصح اصلا لان ذمتها بريئه بتكلف نفسها. لكن الفرق بين الامام الرملي والخطيب الشربيني ان الامام الرملي قال ينعقد يعني الصلاه صحيحه، وتنعقد نفلا وبلا ثواب يعني بلا ثواب صلاه، لكن تاخد ثواب الذكر لان الصلاه فيها سبحان الله، فيها الصلاه على النبي، فيها قراءه القران، مش كده برضو؟ فيها ذكر الله، فهتاخد ثواب ذكر الله لكن مش هتاخد ثواب صلاه. ده كلام الامام الرملي. الامام الخطيب قال ايه؟ قال لا، دي لا تنعقد اصلا لان الاصل في العباده اذا لم تطلب عدم الصحه. ده راي الخطيب الشربيني، طالما لم تطلب يبقى عدم الصحه. انا مين لراي الامام الرملي؟ انا شخصيا والله اعلم اميل لراي الامام الرملي في هذه المساله. والثاني اللي هو الشرط الثاني اللي ما قالوش، سلامه الحواس، فلا تجب على من خلق اعمى اصم. انت عارف الواحد في ناس بيتولدوا اعمى واصم، وطالما هو اصم يبقى ابكى، طالما الانسان ما سمعش يبقى ما يتكلمش، لانه هيتكلم ازاي؟ ما هو لازم يتعلم اللغه، تعلمها عن طريق السمع الاول. فطالما اتولد اطرش ليه ما يتكلمش؟ يطلع ايه؟ يطلع ابكى، يبقى اصم ابكى. فلا تجب على من خلق اعمى اصم. لو اعمى واصم يبقى ما فيش وسيله لتوصيل الايه؟ الدعوه له، لا بالاشاره لانه اعمى ولا بالكلام لانه اصم. طب هعرفه ازاي؟ ما بقاش في وسيله، كل الوسائل منقطعه، يبقى لا تجب عليه لعدم سلامه الحواس لانه مش هيوصل له التكليف. واضح؟ يبقى يعيش زي الدبه ده ويبقى من اهل الجنه، اهو دبه من الدواب وخلاص، ويبقى من اهلك مش مكلف. هيقول لك لو هو بيشوف وفي وسيله لتوصيل الدعوه له زي الاشاره، الوقت ده بيسمعوا الاخبار، يقعدوا يعملوا لهم كده يسمع الاخبار، يقول له تشيكوسلوفاكيا، يعمل له كده تبقى تشيكوسلوفاكيا، يعمل له كده تبقى كندا، الله كده يبقى بوش. بقت خلاص عندهم ابجديه، بقت عندهم حروف ابجديه بالاشاره، بحيث ان تقدر تقول له اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله، وان في اخره وان في جنه وفي نار، ويعرف. واخد بالك ازاي؟ ولما يجي اسمك سيدنا محمد تعمل له اشاره كده يعرف سيدنا محمد، يروح عامل اشاره كده يعني صلى الله عليه وسلم، بيعملوا كده يبقى خلاص بقى مكلف. واخد بالك؟ ويجري الفاتحه على قلبه لان بقى في وسيله لتوصيل الدعم. لكن اما يبقى اعمى هتوصلها له ازاي؟ فهمت ازاي؟ واصم، اعمى واصم الاثنين مع بعض. لكن لو اعمى وبيسمع خلاص ده يطلع علامه كبير، ياما علماء كبار كانوا عميان. الامام الترمذي صاحب السنه كان اعمى، واخد بالك؟ وابي قتاده وغيرهم كثيرين. وانت بتشوف الوقت علماء في الازهر كثيرين تلاقيهم عميان وحافظين القران كانه سطر واحد ما يغلطوش. يبقى ليه؟ لسلامه حاسه السمع، فبيوصل له الدعوه. والشيخ كشكي رحمه الله وغيرهم كتير. يبقى فلا تجب على من خلق اعمى اصم الاثنين مع بعض، ولو ناطقا ولو بيتكلم. وكذا من طرأ له ذلك قبل التمييز، واللي يطرأ عليه العمى والصمم قبل التمييز برضه لا تجب عليه، بخلافه بعد التمييز. افرض بعد التمييز والفهم وكده كان بيشوف وبيسمع، وبعدين بعد ما ميز عنده سن 12 سنة ولا 11 سنة جاله مرض فأصابه بالصم والعمى، يبقى برضو ايه؟ مكلف، لانه وصل له الدعوة خلاص عرف. فهمت بقى؟ انما التاني مولود كده. ايه؟ ما هو المفروض انك تكون ربيته بقى، انت امرته بالصلاة من 7 سنين وضربته عليها 10،
مش كده برضو؟ وعرف بقى ازاي يصلي، يستمر بقى بقية حياته وعرف الغلط من الصح. من الناس اللي عايشين معاه شايفهم قايمين يصلوا، بيقوم يصلي معاهم. هياخدوا ايده. الله مش قاعد في وسط الناس، هو يعني هيعيش لوحده في غابه؟ لو عايش في غابه بقى هو حر يعيش مع القرد بقى. في ناس كده عايشين جابوهم حتى في البرامج التلفزيونيه، تلاقيه نط في الشجر زي القرود كده ويمسك الشجره من الهواء كانه قرد، وهو بني ادم لانه اتربى في وسط القرود وما شافش بني ادمين، ويجي البني ادمين تقرب منه يخاف يجري منه، واذا سمع صوت الوحش يأنس، ولو سمع صوت الانس يستوحش. لانه عاش في الغابات. فدول غير مكلفين برضه، النوعيه دي بالرغم انهم بني ادمين غير لانهم غير مكلفين، ما وصلت لهمش الدعوة. بخلافه بعد التمييز لأنه يعرف الواجبات حينئذ، فلو ردت إليه حواسه لم يجب عليه القضاء. يبقى لو ردت إليه حواسه لا يجب عليه القضاء. ليه؟ لأنه كانش واجب عليه في الفترة دي. والثالث بلوغ الدعوة، دي شرط تاني للوجوب، لشروط إيه؟ وجوب الصلاة غير شروط صحة الصلاة. في شروط الوجوب يعني امتى تبقى واجب عليه، وفي شروط صحة دي هتيجي بعدين اللي هي ستر العورة ودخول الوقت والطهارة من الحدث ايه وطهارة المكان اللي هيجي لك الحاجات دي والتوجه للقبلة، دي شروط صحة الصلاة. لكن هنا بنتكلم على شروط وجوب الصلاة، امتى تبقى واجب عليه الصلاة. ايوه شروط وجوب. والثالث بلوغ الدعوة فلا تجب على من لم تبلغه، كأن نشأ في شاهق جبل فلو بلغته بعد مدة لم يجب عليه القضاء، كما قاله العلامة الرملي لأنه كان غير مكلف بها. وقال ابن قاسم بلزوم القضاء له لأنه مقصر في ترك ما حقه أن يعلم في الجملة. ابن قاسم اللي هو الغزي نسبة لغزة حررها الله، بلزوم القضاء له لأنه مقصر، ده اللي نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام أو في شاهق جبل ما بيختلطش بالناس. هذه النوعية قليلة جدا نادرة الآن في زماننا ده نادرة، لكن برضو ما زال في بعض الناس كده. يبقى الشرائط هنا بقت ستة، شرائط الوجوب ستة: النقاء من الحيض والنفاس وسلامة الحواس وبلوغ الدعوة زائد الثلاث شروط اللي قالهم في الأول اللي هو ايه الاسلام والبلوغ والعقل. يبقى كده ستة شروط لوجوب الصلاة. قوله احدها اي الاشياء الثلاثة، قوله الاسلام اي ولو فيما مضى، فشمل اسلام من ارتد، وانما عدوا الاسلام من شروط الوجوب ولم يعدوه من شروط الصحة، مع انه شرط لها لان الوجوب سابق على الفعل. هو الاسلام شرط صحه وشرط وجوب، بس هو ليه عدوا في شرط الوجوب ما قالوش في شروط الصحه؟ قال لك لان الوجوب سابق على الفعل، فيبقى نعد الاسلام في شروط الوجوب احسن ما نعده في شروط الصحه. فهمت؟ لان الوجوب سابق على الفعل. فلا تجب الصلاه تفريع على المفهوم والمنفي، انما هو وجوب المطالبه منا بها في الدنيا، فلا ينافي انها تجب عليه وجوب عقاب عليها في الاخره زي ما قال المهندس عمرو. فيبقى برضه هيعاقب عليها في الاخره لو مات كده. ده مش معنى ان احنا، انما هنا الوجوب هنا شروط وجوب مطالبه، لازم يبقى مسلم عشان نقول له قوم صلي. انما واحد مسيحي ودن الدهر اقول له قوم صلي بتاعي، اقول له قوم اسلم الاول. زي ما بقول انا للدكاتره عندنا واحنا بنصلي كده، يجي الدهر هيدن وبعدين اقول لهم يلا يا جدع قوم صلي معانا. كل مره بقى ما هيقابلني يوم القيامه يقول لي انت كنت بتصلي وما قلتليش ليه، ابرأ ذمتي. اقول له ما تقوم تصلي معانا، يقول لي بس هتوضى. اقول له مش هينفع تتوضى لما تقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، تقول له عشان وضوءك يصح. فيقول لي لما انا ممكن اتوضى، قلت له لا شوف بقى بركه اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، كوز ميه يكفيك، لكن لو ما قلتش الكلمه دي نهر النيل ما يكفكش. شفت بركة الكلمة؟ خد بالك ان الكلمة دي ليها بركة كبيرة. كوز مية يخليك تتوضا بأشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، من غيرها والله لو استعمل النيل كله يفضل زي ما هو جنب.
يفضل زي ما هو مش متوضي. شوف بقى عشان تاخد بركة الكلمة بس. يبقى احنا بنقول ايه شروط وجوب؟ يعني وجوب مطالبة له في الدنيا، مش معناه عدم انتفاء العقاب في الاخرة لو مات على ذلك. فهمت ازاي يا جماعة؟ فلا ينافي انها تجب عليه وجوب عقاب عليها في الاخرة عقابا زائدا على عقاب الكفار، لانه مكلف بفروع الشريعة. مش ربنا بيقول ايه؟ بيحكي احوالهم، بيقول ايه؟ قالوا لم نكن، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. يبقى كانهم بيعاقبهم بايه؟ على ترك الصلاة وعلى وعلى وعلى، والحاجات دي كلها فروع، يبقى بيعاقبوا عليها في الاخرة. على الكافر الأصلي خرج به المرتد كما سيذكره الشارح بقوله. وأما المرتد ولا يجب على الكافر الأصلي بدخوله في الإسلام قضاء ما سبق، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم تخفيفا عليه. يبقى تخفيفا عليه، لأنه هو لو هتيجي تقول له أنت عندك بقالك 40 سنة بالغ وهتدخل في الإسلام تعيد صلاة 40 سنة، يقول لك افتح لنا كده ريح، مش هيدخل. انما ما تقول له لا، ده انت تقول اشهد ان محمد رسول الله، خلاص يهدم مكان قبله ويدخل في الاسلام. يبقى ده تيسير من الله للناس. لقوله تعالى: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني ان ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف. وهذا نفي لوجوب القضاء، نفي لوجوب القضاء، وما قبله نفي لوجوب الاداء. وكما لا يجب قضاؤها لا يسن، بل ولا ينعقد على معتمد الرمل، وجزم غيره بالانعقاد واستوجهه ابن قاسم، وعلى الأول فيفرق بينه وبين الحائض والنفساء بأنهما أهل للعبادة في الجملة. الكافر الأصلي عكس، قال لا تنعقد، لا تنعقد أصلا. وابن قاسم الغزي قال لا تنعقد، ولكن تنعقد نافلة. وأما المرتد مقابل لقوله الكافر الأصلي، وليس مثل المرتد المنتقل من دين غير دين الإسلام إلى دين آخر. المنتقل من دين غير دين الإسلام ده برضو إيه؟ حكم الكافر الأصلي. فهمت إزاي؟ خد بالك، بل حكمه حكم الكافر الأصلي، فلا تجب عليه الصلاة أداء ولا قضاء إذا أسلم. لكن المرتد اللي هو أسلم فترة وجا كفر، وبعد بقى كده أي حب يرجع للإسلام تاني ورجع للإسلام، نقول له اقضي بقى اللي عليك. أنت كان زمان أيام الستينيات أيام عبد الناصر كتير من المسلمين المصريين مشوا ورا الشيوعية وكفروا وعابوا في شخص النبي وعابوا في الشرع الشريف وكفروا، واسمهم محمد واسمها فاطمة واسمها كده، وكانوا صحفيين ومذيعين ومشاهير. وبعدين حتى مصطفى محمود نفسه ايه مر بمرحلة كده، وبعدين ربنا أكرمه وعاد إلى ما كان عليه المسلمون بعد ذلك، وتاب إلى الله وأسلم، وكثير منهم أسلم بعد ذلك ودخل في الإسلام. يبقى إذا كفر 10 سنين نقول له عيد صيام 10 رمضانات. شوف، عيد صيام 10 رمضانات، وعيد صلوات 10 سنين، وأخرج زكاة 10 سنين، يعني هو مطالب بها. خدت بالك ليه؟ بخلاف الكافر الأصلي. حكم المرتد في الإسلام أن يقام عليه الحد إذا استمر على ردته بعد تعريفه واستتابته بمعرفة القاضي وولي أمر المسلمين، لا بمعرفتنا نحن العوام. يعني مش كل واحد يقول حاجة تروح أنت قتله، تقول انت مرتد تروح تدبح، ما ينفع. ده شغل القاضي او حاكم المسلمين. انت بترفع قضية عليه انه هو قال كلام كفر، يجي القاضي يشوف شهود ويشوف الاعتراف بتاعه ويثبت عنده فعلا ان ده كفر قاله، واخد بالك، يوم يقعده في حجرة ويجيب له علماء من الازهر الشريف ويبتدوا يزيلوا الشبهة اللي عنده، لعله يعود إلى الله مرة أخرى ويديله فرصة يوم واثنين وثلاثة. وبعدين بعد كده إذا استمر وقال لا كده، يقوم مع ساعتها يقيم عليه الحد بالقتل. ده لو قبضوا عليه. لكن الوقت مفيش الحكم ده معمول بيه الآن، لأن المجتمع المعاصر اللي احنا فيه مبني على المواطنة مش على أصل الديانة.
مبني على المواطنة. يقول لك ده مواطن مصر، خلاص مواطن مصري من حقه يعيش في مصر وفي حرية دينية، فهو هيبقى مطالب بها أمام الله بقى مش أمامنا احنا. فهمت المسألة؟ يدخل يمشي على حل شعره، مش هيعملوا له حاجة، هو لأن النظام الوقت نظام مواطنة. لكن ممكن ايه ترفع عليه قضية يفرق بينه وبين زوجته، لأن الشرع الشريف عندنا ما زال معمول به في القانون بتاعنا إن لا يجوز إن يبقى غير مسلم متزوج مسلم. فيبقى هو غاية ما هيفعله القاضي إنه هيفرق بينه وبين زوجته، غاية ما يفعله القاضي إن يمنع التوارث بينه وبين أبنائه كده، ده غاية ما يفعله. لكن ما يقدرش يأمره إن هو يقتل مثلا، فهي دي المسألة. فلا تسقط عنه بالجحود فتجب عليه الصلاة، ده اللي هو الكافر المرتد، أي أداؤها، لكن ليس المراد أنه يطالب بها مع الردة، بل يقال له أسلم وصلي، وإنما طولب بها لأنه التزمها بالإسلام الأولاني. فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي، فإنه يلزمه بالإقرار به ولا يسقط عنه بالجحود. يعني افرض إن أنا قلت لك قدام القاضي أنت ليك عندي 100,000 جنيه وأقريت أمام القاضي والشهود، وحكمت المحكمة بأن أنا لازم أسدد لك 100,000 جنيه، أجي بعد كده أقول لا أنت مالكش حاجة عندي، ينفع ده؟ القاضي يقول لا برضو سدد، برضو سدد. فهم قصوه على حق إيه؟ لأنه أقر أولا بالإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، فطالما أقر يبقى حتى لو عدل الإسلام يبقى لابد أنه هو يؤدي حقوق الإسلام كما كان في أول. وقضاؤها إن عاد إلى الإسلام تغليظا عليه، ولو ارتد ثم جن، ولو من غير تعد قضى زمن الجنون الواقع فيها حيث لم يحكم بإسلامه تبعا. يعني هو ارتد من هنا وبعدين اتجنن بعد ما ارتد على طول، وبعدين فاق من جنونه وبعدين دخل في الإسلام، نقول له عيد برضو صلواتك، بخلافه هو مسلم ما ارتدش وبعدين اتجنن سنتين، واخد بالك، فقد عقله وبعدين رجع له عقله تاني، نقول له ما تعيدش فترة الجنون. فهمت المسألة بقى دي؟ المرتد يعيد تغليظا عليه إلا إذا اتجنن قبل ما يرتد. افرض هو ايه مسلم اهو اتجنن، ففي حال جنون وارتد، ما هو مجنون مش مكلف يقول اللي يقوله بقى، يبقى لا يؤخذ بكلام، ما نقولش عليه حتى ارتد لانه ده غير مكلف، ده مش دريان بكلام. ولو ارتد ثم جن، ولو من غير تعد قضى زمن الجنون الواقع فيها حيث لم يحكم بإسلامه تبعا. فلو أسلم الأب في حال جنون ابنه الواقع في زمن ردته لم يقضي من حين الحكم بإسلامه حيث لم يكن متعديا، بخلاف ما لو ارتدت ثم حاضت أو نفست. فلو أسلم الأب في حال جنون ابنه الواقع في زمن ردته لم يقضي من حين الحكم بإسلامه حيث لم يكن متعديا. واضح الكلام؟ يعني ايه؟ طيب حد يشرحه لي. فلو اسلم الاب في حال جنون ابنه الواقع في زمن ردته لم يقضي، يعني لو اسلم، لو ابنه اتجنن في زمن ردة الاب، لو اسلم الاب يعني الهاء هنا من زمن ردتي يعود على الابن، ابنه الواقع في زمن ردتي، ردة الابن، لم يقضي من، لم يقضي الاب لا يقضي، لم يقضي من حين الحكم باسلامه حيث لم يكن متعديا، بخلاف ما لو ارتدت ثم حاضت او نفست، فانها لا تقضي زمن الحيض او النفاس الواقع في الردة. والفرق أن إسقاط الصلاة عن المجنون رخصة لأنه انتقل من وجوب الفعل إلى جواز الترك، والمرتد ليس من أهل الرخص لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، وعن نحو الحائض عزيمة لأنها انتقلت وجوب الفعل إلى وجوب الترك. ومن لا يشكل على هذا أن أكل الميت للمضطر رخصة مع أنه انتقل، ولا يشكل على هذا أن أكل الميت للمضطر رخصة
مع انه انتقل من وجوب ترك الاكل الى وجوب فعله، لان الاكل وان كان واجبا تميل اليه النفس بخلاف ترك الصلاة فلا تميل اليه النفس غالبا. وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتدة نسب فيه إلى السهو، وأجاب عنه بعضهم بأن المراد بالحائض التي بلغت سن الحيض ولو لم تحض بالفعل، وهو أولى من نسبته إلى السهو. نقف عند هذا الحد، والجزء اللي فات ده هنقراه المرة الجاية عشان عايز شرح طويل، عشان الأمثلة دي عايز شرح طويل، فهنقف عند هذا الحد ونعيد قراءة هذا الجزء السابق إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.